حكومه مستقيله ما بيقولوا بتمنع مجلس النواب لانه هو السلطه الاولى. وبعدين في سوابق تاريخيه، يعني في اجتهادات وسوابق تاريخيه الحكومه اللبنانيه شرعت. بعدين عم بسمع كثير سؤال طرح علينا وعم ينطرح انه الخاسر الاكبر نحن، يعني التيار الوطني الحر وتكتل التغيير والاصلاح. نحن عندنا الموقف اهم كثير من عدد الوزراء، وهيدا شيء من سماتنا القديمه. في اكثر من رئيسه الجمهوريه ضحينا فيها من اجل مبادئ معينه، ضحينا بكل شيء من سبب المبادئ. فاذا نحن مش زبونات عدد، نحن زبونات جوده معينه ونموذج في ممارسه الحكم، لانه لا نكسر القواعد الاساسيه، لانه بتخرب الدنيا مثل ما خربانه هلا. تمام، ما في فرق. بعدين في القانون اللقاء الارثوذكسي، هيدا القانون الشرعي الموجود الوحيد. وانا بناشد كل المسيحيين النواب بصوره خاصه انه هيدي الفرصه الوحيده يلي ممكن نامن فيه تمثيل صحيح للطوائف المسيحيه، وهيدا حق نصت عليه الماده 24 حتى نحفظها ونقررها. وبعدين التمثيل الصحيح نصت عليه وثيقه الطائف، قالت لتمثيل صحيح لجميع الفئات اللبنانيه ولفعاليه التمثيل. فاذا وقت بكون عندنا ثلاث نواب بيعكار معهم 65% مسيحيه، بيطلعوا اللي معهم 29% و30% و31%، ما عاد التمثيل صحيح. هذا اذا بفهم باللغه العربيه، والا بده يجي واحد ثاني شي مشترع كبير مثل بعض النواب اللي بيعتبروا حالهم دستوريين بمجلس النواب من دون ما نسميهم، بيقول لك ايه في 64 نائب مسيحي، الماده 24 صحه التمثيل هيدي سنوي، هيدي مش قال عليها ايه بيمثلوا الشعب اللبناني. وثالث شغله يلي كان لازم نقولها بالاول، نشكر دولة الرئيس مئاتي اللي أعطى بالحكم أقصى ما يمكن أن يعطيه، وكان تعاونه كتير منيح. نتأمل إن شاء الله نرجع نتلاقى نحن وياه مرة ثانية بعد الانتخابات. مين عنده سؤال؟ جنرال، بعد الرئيس ميقاتي وقبله الرئيس سنيورة وأقصى عمر كرامي من رئاسة الحكومة، هل يتجد مكونات الثامن من آذار بعد أي سني في لبنان يؤمن أو يستطيع التعامل معها وتكوين حكومة؟ لا، ما في موانع، في تجارب ناجحة وفي تجارب فاشلة. المهم ما يكرر واحد تجارب الفاشلة. أي تجربة نجحت تبع؟ كلهم خدموا لمدة معينة. كل ما حكومات العالم بيستقيلوا بتتكون حكومة محلون، وهذه قواعد الديمقراطية. خطط بلجيكا بيقعدوا سنتين بدون حكومة تحكم تصريف أعمال، وما كان بتصير الأزمات الحكومة بإيطاليا كمان مشهورين فيها. فإذا الموضوع مين بيفشل مين بينجح، خطط حكومات ناجحة توقع بأزمة مع مجلس النواب بتفل، ما لها علاقة. دوغول كان ربحان، سائل من رئيس جمهورية فرنسا، ما اجته المعدل اللي بده اياه، بده كان فوق ال 60، جاب 52، ناجح بس ما كان يقبل، استقال. هيدي ما لها علاقة. تفضل. جنرال، املتم بلقاء الرئيس نجيب ميقاتي بعد الانتخابات، هل حسمتم عدم تسميته لترأس حكومة جديدة؟ لا، أنا ما حسمت، ولكن يبدو إنه هو ابدى رغبته انه بده يرتاح هلا نيابي، وما راح يترشح على النيابي وهو رئيس حكومه. بده يفصل هلا، اذا فصل انه بده يترشح على النيابي ولا ما بده يترشح. بما انه بده يترشح على النيابي ما راح يستلم الحكومه الجايه.
لقاء كان مهم أو اللقاءات مهمة اليوم مع رئيس نبيه بري، ويبدو أنه في اتجاه كما قالت بعض معلومات صحفية لعقد جلسة للهيئة العامة بخمسة نيسان. ماذا سيطرح الرئيس نبيه بري على جدول هذه الجلسة؟ هل هو التمديد لقادة الأجهزة الأمنية أولا، أو مشروع أو اقتراح القانون الأرثوذكسي؟ وثانيا، فريق المستقبل يضع شرط لأي حكومة جديدة ستتشكل في حال لم يتم التمديد لقادة الأجهزة الأمنية بمجلس النواب بشرط تعيين اللواء أشرف ريفي؟ كل هؤلاء المواضيع من طرح علي بعد، لأن بعد ما تسنى لي أني أبحث وصل معي للوزير وكنا معهدين الجلسة، وهلأ طلعنا الساعة 5 بعد ما حكينا نحن وياه شو صار بالجلسة. إن شاء الله هلأ بيخبرنا تلاتة تجي من خبرك شو صار بمسألة شرط فريق المستقبل على أي حكومة جديدة بإعادة تعيين لوقيفة. هلأ أتني في إشارة على البدو إياه، هو اللي مهم يوديك أنه الكل يسمعه أو القسم اللي بيقدر يقرر يسمع. طالما اللعبة ديمقراطية وفيها حد الديمقراطية في القوانين المرعية للإجراء، إذا الديمقراطية أخذت رأي أو أخذت موقف يتعارض مع الدستور والقوانين تسقط. ما إن استقالت الحكومة حتى بلشت بورصة الأسماء تتداول، كان بهيج طبعا أكيد محافظ الألقاب أو عدنان قصار أو غيرهم، هل عندك أي تحفظ على هاي الأسماء ومين بتنشر؟ لا، بس الأزهار التي الأشجار التي تزهر باكرا لا تعقد. أنا شوف اللي بتزهر بموسمها وقت ليجي ترمي التسمية. جنرال، أي نوع من الحكومات بفضل تكتل التغيير والإصلاح، لسيما حضرتك حكومة تكنوقراط حكومة إنقاذية؟ اليوم نائب سامي جميل طرح أنه يكون في حكومة أقطاب تنقذوا البلد، أي هل بحثتوا بنوع الحكومة اللي بتفضلوها؟ لا، عم نحكي بالتفصيل. نحن بدنا من الأول قانون انتخابات، بدنا من الأول قانون انتخابات بعدين بنبحث بالحكومة. الحكومة مش مهمة، لأن في استحقاقات مؤرخة بمهل معينة لتحل موضوع الانتخابات، موضوع أنه الانتخاب بالأول بعدين الحكومة. جنرال، بعد عم بيطالب بالحوار أولا، والبعض الآخر عم بيطالب يكون في استشارات بالأول، حضرتك رح بتشارك بالحوار وشو رح بيكون إذا فينا نقول المطلب الأساس؟ الحوار حتى أعرف شو موضوعه. معقول فورا أطلع دغري على الحوار؟ معقول ما أطلع؟ إذا نبحث بقضية زيمبابوي وبوكو حرام بنيجيريا، لا ما رح أطلع. بس إذا في بحث بموضوع قانون الانتخابات، إيه بطلع. جنرال، بظل الوضع الخربان مثل ما حضرتك قلت هلأ، الوضع هل رايح لمزيد من الفوضى؟ وهل هناك خوف من عودة الاغتيالات؟ صدقنا انه هلا اروع شيء بلبنان وقت ما بيكون في حكومة، او شيء بتعطل الصحفية ما في بقى لا مثبت والتصريح بتصير ليلة. لا لا، بس سؤال عربي، مش سؤال عربي مش محلي. يعني في اليوم شاهدنا بقمة الدوحة العربية شغل مركز أو مقعد سوريا من قبل المعارضة السورية مع عز الخطيب وغسان هيتو، هل هذا يعني أن العرب بدأوا في مرحلة ما بعد بشار الأسد؟ لا، بس اللي سمعته أو اللي اطلعت عليه من كلام مع عز الخطيب كان كلام مقبول. النداءات اللي وجهها والوضع اللي حكي عنه كان جيد، لا بأس انه يتفاوضوا على اساس الخطاب اللي حكي كتير منيح. وقف القتال، لا وقف القتال خطو، هيدا موضوع من اول حديث تلفزيوني وجهني على التلفزيون الاخبارية السورية، قلنا لهم خي نحن كلبنانيين منلكم عندنا تجربة الـ 75 للـ 90 اللي هي قتلنا بعضنا، والآخر انتهينا على طاولة مفاوضات، لقينا الحل مليح وحيش، بس وصلنا محل رجعنا استرجعنا الاستقرار في لبنان. نحن بننصحكم انه تنتبهوا لتجربتنا وتنفذوها او شيء شبيه منها. هلا جربوا الحل الاول، ان شاء الله الله بيهديهم
وبيرجعوا بيعتمدوا التحاور حتى يحلوا مشكلتهم.